السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سي جبيلو يوسف، كاتب العام لجمعية بلغو ماروكان اللي موجودة في بروكسل. للأسف الشديد جانا واحد في الجريدة مقال كي تهمونا بأن احنا جمعية وهمية لتهاجم القضاء المغربي. هذا الصحفي اللي هضر في المقال بأن احنا يا جمعية وهمية بروكسل، احنا كما كتلاحظوا عندنا الستاتيو ديالنا قانوني بشكل قانوني معترف به المونيتور بلج. هاو ما كتشوفوا كما تلاحظوا، كنعطي نصيحه لهذا الصحفي اللي كتب المقال في الجريده، قبل ما يكتب اي حاجه يتاكد، وخاص يكون عنده لي بروف كافيين باش يكتب علينا انه هو عايش في المغرب. حنا كجاليه في بلجيكا ما عرفش المشاكل ديالنا هنايا. حنا جمعيه كما قانونيه كما قلت قبيله، كندافعوا على حقوق الناس اللي عايشين في بلجيكا بمعنى الخاص، يعني من جيبنا كنعاونوهم. دونك هذا السيد هذا قبل ما يكتب شي حاجه خاصو يتاكد هاد الجمعيات اللي يقولوا لي فوالا هذا دار هذا، خاصو يتاكد مش هذيك الساعه يكتب شي حاجه اللي يعني منطقي. هاد الصحفي هذا اللي كتب على هذا المقال كنهضر على واحد السيده اللي كانت كيكون في المقال بان السيده زورات واحد الاوراق على واحد البقعة ارضيه في المحكمه في الدار البيضاء. هاد السيده باقي ما وصلتش للمحكمه وتيقول بان السيده زورات باقي ما وصلتش للمحكمه، يعني الله بدات في المسائل ديالها وكيقول بان زورات. هاد الصحفي باش من يعني باش تثبت هذا الشيء باش يرجع وقال هكا، انا ما فهمتش. يعني يجي يقول بان ناض في صباح قال احكا انا نوض غنكتب على المقالين. دوك انا بغيت نعرف واش عنده ادله، واش عنده شي حاجه يعني بابي شي حاجه سو اكري. هو قال السيده زورات ولكن هي باقي ما بداتش، يلاه بدات مسكينه في هذا المسار ديالها. دوك حنا كنعاونوها باش يعني تجبد الحق ديالها، نعاونوها باش تشوف فين واصل القضيه في المحكمه، وهي باقي ما عارفه والو. هما تيقولوا لها زورت، انا ما فهمتش هذه القضيه هذه. دونك كنطالبوا خصنا نعرفوا منين جاي هذا المصدر، منين جاي هذه الهضره، منين جايه الاساس ديالها، منين جايه. وهذا الشيء خصنا نفهموا هذا الشيء، لان هذا الشيء ما معقولش، ماشي معقول. للاسف الشديد انا ما فهمتش هذا اللي كتبت جريده الصباح على هذه السيده هذه كتزور وعلى الجمعيات الوهميه. احنا ما بقاش عندنا ثقه في هذه جريده الصباح، ويعني فضيحه وكارثه هذا الشيء اللي كيوقع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.